أهلا وسهلا بكم في قناة عالم العطاء The World of Giving. نتابع اليوم في دورة أساسيات تخطيط وإدارة المشاريع، وقد وصلنا للدرس السابع بعنوان لماذا خطة المشروع Why Plan. دعونا اليوم نبدأ التخطيط لمشروع، ولكن قبل التعمق في هذا الأمر فلنفكر في سؤالين مهمين: ما هي الخطة؟ ولماذا نحتاج لوضع خطة للمشروع؟ يخبرنا الكاتب بيتر دراكر، وهو كاتب اقتصادي أمريكي من أصل نمساوي وأحد أشهر خبراء الإدارة طبعاً، ويعتبر الأب الروحي لها، يخبرنا كيف يجب أن تبدو خطة العمل. خطة العمل هي بيان نوايا، ولكنها ليست التزاماً، كما أنها ليست قيداً. فهي أي خطة العمل لا يقصد منها تقييد حركتنا أو تقييد سير أعمالنا. ومن المفترض أن تخضع الخطة للتنقيح والمراجعة كثيراً وباستمرار. ومن خلال خبرتي المتواضعة أتمنى منكم أثناء دراسة مشروع الاهتمام بهذا البند كثيراً. ومن المفترض أن تتنبأ بالحاجة للمرونة وتوفير نظام يسمح لنا بقياس مدى تقدمنا مقارنة بالخطة. أي يجب علينا دوماً خلال فترة تنفيذ المشروع ومراحل العمل على المشروع أن نقيس أين نحن الآن من البرنامج الزمني الذي ننفذه. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تصبح الخطة الأساس الذي تقوم عليه إدارة الوقت التنفيذي، فهي تحدد الطريقة التي نخطط بها والوقت الذي يقضيه المسؤولين التنفيذيين لدينا والطريقة التي يديرون بها أعمالنا. تكون خطة المشروع محددة جدا وتشمل العناصر التالية: تشمل خطة المشروع تحديد نطاق المشروع الموجود لدينا، وتشمل مرحلة تحديد جميع المهام المطلوبة والتبعيات فيما بين تلك المهام والبرنامج الزمني. من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى المدة الفعلية والإطار الزمني الفعلي للانتهاء من مشروعنا وكجزء من خطتنا، سنفكر أيضا فيما لدينا من موارد، وهو شيء مهم جدا، وعدد الموارد التي نحتاجها وتوقيت الاحتياج لها في أي مرحلة من مراحل المشروع. قد نحتاج المورد سين أو المورد عين أو المورد صاد. كما سنوضح المفاضلات التي سنقوم بها من حيث التكلفة والموارد في مقابل الوقت. وقد ذكرت لكم سابقا في الدروس السابقة العلاقة بين العناصر الثلاثة: التكلفة والموارد والوقت، وهو شيء مهم. إذا كنتم بحاجة إلى مراجعة الدروس فهي متوافرة على نفس القناة. وفي النهاية سنتمكن من وضع خطة محكمة ومفيدة لإدارة المخاطر تسمح لنا بمواجهة التغييرات التي نواجهها في المستقبل طوال فترة المشروع. وعلى فكرة، جميع الدراسات الحديثة التي تطورت مع مرور الزمن في جميع بقاع العالم، موضوع تحديد المخاطر هو شيء مهم جدا. ما المخاطر التي تتوقع أن تحدث أمامك خلال فترة تنفيذ المشروع، وكيف ستقوم بتدارك هذه المخاطر وإيجاد حلول بديلة لها، والتي نقول لها بالعامية الخطة بي أو بلان بي. تتمثل أحد الأسباب المهمة التي تدفعنا للتخطيط للمشروعات في مساعدتنا لسد الفجوة ما بين مرحلة البدء ومرحلة التنفيذ، وهي علاقة مهمة جدا. تسمح لنا الخطة بالتفكير في الأهداف التي وضعناها بحيث ندرك ما إذا كانت قابلة للتنفيذ أم لا، كما أنها تسمح لنا بتوليد الأفكار حول كيفية التخطيط لتنفيذ المشروع ونوع الآليات التي يجب استخدامها. هناك شيء مهم جدا، وهو مكتب إدارة المشروع أو موقع إدارة المشروع. كيف سيبدو؟ أين سيقع فعليا؟ ما نوع الاجتماعات التي ستعقد؟ وكم عدد مرات الانعقاد؟ كما تعطينا الخطة بعض الإشارات لما نحتاج إليه ومتى نحتاجه. ما نقاط الضغط في المشروع والمراحل الرئيسية التي يجب بلوغها؟ وكيف يمكننا التخطيط وفقا لذلك؟ إذن أشدد على أن تكون عملية دراسة المشروع وتخطيط له وتنفيذه وإنهاءه وإغلاقه تحتوي على المرونة. ويجب دوما في كل المراحل: أين نحن الآن من برنامجنا الزمني؟ هل نحن نحققه بشكل جيد؟ هل نحن نسبق البرنامج الزمني؟ هل نحن متأخرين عنه؟ يجب أن نكون مرنين ودوما نسعى إلى تحديث دورة حياة المشروع لدينا. يحب البعض منا التخطيط لفترة طويلة، وعادة هذا النوع من التخطيط يستغرق الأفراد الذين يخططون لحفلات الزفاف، حفلات زفافهم الخاصة، أي نقولها بالعامية الأعراس، حيث يأخذون العديد من الشهور للتخطيط لهذا الحدث المثير الذي يعتبر
ليلة العمر، بينما يفضل البعض الآخر التخطيط لمدة قصيرة على مدار فترة أقل، ويشرعون في التنفيذ على الفور. بشكل عام لا توجد قاعدة محددة لتحديد المدة التي ينبغي علينا أن نقضيها في التخطيط، ولكن تتمثل أحد العوامل المهمة في أن ندرك أنه عندما نخطط لشيء ما، حتى وإن انتقلنا إلى مرحلة التنفيذ، وحتى إذا كانت أو كنا نرغب في التقدم في المشروع، يمكننا العودة دوما وتعديل الخطة. فالخطة موجودة فقط لبدء العملية، وهي عمل قيد التنفيذ، كما أنها تحسين مستمر لتوقعاتها. وهكذا أدعوكم بعد نهاية هذا الدرس أن نبدأ بالتخطيط بشكل إيجابي لمشاريعنا. كان هذا الدرس السابع من سلسلة دورة أساسيات تخطيط وإدارة المشاريع المقدمة لكم من قناة عالم العطاء. ليصلكم كل جديد، رجاء التعليق وكتابة رأيكم في الدرس والاشتراك بالقناة. دمتم بألف خير، وإلى اللقاء في الدرس التالي.